صابرين قبلت الدعوة، طبعا جاي لهون مش عارف شو اللي ناطرها بهالاستوديو، موجودة بالخارج أصبحت ولكن بغرفة معزولة مثل ما بتعرفوا، مش سامعة شو عم بصير. بعد شوي بنندهلها، بس لخبركم القصة إنه ندى صديقتها إجت على هذا الاستوديو حتى تطلب منها تسامحها ويسترجعوا العلاقة بعد ما صار في خلاف بينهم عمره سنة ونصف. الخلاف سببه إنه صابرين شكت بندى إنه كانت على علاقة مع زوجها الذي طلقها أيضا لصابرين. نشوف كل الحكاية من جميع الجوانب ومن نادي صابرين. أهلا بصابرين. أهلا وسهلا. أهلا صابرين، كيفك؟ الحمد لله. كيف أحوالك عيوني؟ طمنيني عنك. الحمد لله. صابرين طمنيني، من سوريا حضرتك؟ أها. من وين من سوريا؟ لاذقية. دايما بتدق بي هيك؟ لا والله، من شان البرنامج فقط؟ لا يعني ليه بقى؟ تعي كاشفة، شو الموضوع؟ والله ما في، هي حكاية خشة بس ما أكتر. لأنك مش عارفة شو اللي ناطرك بالاستوديو هون. فعلا. شو بتعتقدي ناطرك؟ والله أنا لما جت لي الدعوة، نعم، قالوا لي الأستاذ جورج، نعم، بتعملي معه مسابقة. نعم. قلت لهم إيه؟ وش بس مسابقة؟ قالوا لك مسابقة؟ أها. يا الله، 100 مرة قلت لهم ما تقولوا في مسابقة. أها. اشتاك؟ ما في مسابقة. أما شوفي، ماشي هيك جاي نتعرف عليك. أهلا وسهلا. قالوا لي في ست صابرين من سوريا من اللاذقية عايشة في مصر وهيدا، قلنا طيب يا ريت بتعرفي تغني؟ لا والله. ولا بتغني؟ لا والله. صابرين طمنيني، كيف حياتك الاجتماعية؟ شو عندك؟ متزوجة؟ مطلقة؟ في عندك أولاد؟ خبريني شوي. أنا كنت متجوزة. كنت؟ حاليا طالقة؟ مطلقة. وعندك أولاد؟ شو عندك أولاد؟ عندي بشار وعندي جنى. بشار الكبير؟ ما شاء الله. ليش عمره؟ أربعة؟ أربع سنين. وجنى ثلاثة. وجنى ثلاثة. اسم الله حلوين الأسامي. الله يخليهم. وهني معك في عايشين معك؟ لا للأسف. ليه؟ أبوهم واخدهم. أبوهم أخذهم؟ كيف؟ يعني حصل انفصال. ما عندك حق الحضانه إلى سن معين؟ ما هيك، حصل مشاكل وأخذهم غصب عني يعني. غصب عنك بالضبط. وبتشتغلي أنت؟ بتعملي شيء حاليا؟ لا 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 أبدا. في عندك حدا من الأهل هون؟ لا، عايشة وحدك؟ ما في شغل؟ ما. وكيف ماشي الأمور معك؟ من الله. من الله. من الله. صابرين بس بدي اقول لك شيء، مش انا صاحب الدعوه الحقيقه، هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. بقى عاده انا وسيط خير، في ناس بيلجؤوا لي لحتى انا ادعي اشخاص اخرين يجوا على الاستوديو، بيكون في عندهم مشاكل بين بعض بنجرب نحلها. بقى بدك تعرفي مين صاحب الدعوه؟ ايه اكيد. بدك تطلعي بهالشاشه. ما بعرف إذا كانت منقبة قبل ما تجي لهون، تعرفيها؟ طبعا. عرفيها مين؟ طبعا. اسمها ندى. طبعا. فلسطينية. أنا يعني أنا لما جيت لهون جيت عشان خاطر سيادتك، أنا لو بعرف إن هي هون أنا ما كنت جيت. بدي أقول لك شيء؟ لا ما بتقلي شيء. لا ما بتقلي شيء. هلأ؟ أها. ليه ما بقلك شيء؟ كده. عشان هي ما 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 قد الثقة اللي انا اعطيتها اياها، وما كانت الاخت اللي انا اخترتها او الصديقة. هي ما صديقة، كانت هي كانت ام اخت. كل شيء كل شيء كل شيء، ما عملت معها شيء. اي ف يعني انا ما بعرف شو اقول لك. او انت تفاجأتي يعني؟ اكيد. وما تكوني زعلانة مني؟ لا زعلانة كتير. مني أنا؟ عشان أنت. أنا لما جيت على هون أنا جيت عشانك. أنا بشكرك. أنت ما بتعرف. وأنا بقدر هالخطوة. وأنا بقدر هالخطوة، وإن شاء الله يكون فيها خير هالمجي لهون. إن شاء الله يكون فيها خير. صابرين ما تزعلي، هذا البرنامج هي طبيعته. أنا برحب فيكي وبحترم كل إنسان
بحترم مشاعر كل إنسان وخاصة مشاعرك أنت هلأ، وأنا بعرفك أنك مجروحة لأنه أنا عرفت القصة والحكاية، بس يمكن يكون في ظلم يا صابرين. انتبهي، مهما بقلك مهما بقلك غير ما بياخدوا منك ضناب ويبعدوك عنه، دي كتير بتوقع. طبعا كتير بتوقع لما بتبقى أنا بعرف واخد ثقة في حدا. طبعا بيطلع ما قد الثقة، ما قد الثقة ويخونك أكيد إذا في. بس قد يكون هنالك ظلم، قد يكون هنالك ظن في غير محله. على كل حال، ندى اجت وقررت أمام الملايين أنه تجي وتحكي لك الحقيقة وتعتذر منك. ما بدي إياها. ما بدك إياها. ما بدي إياها. بعثت لك رسالة رح بقرأ لك إياها، بس بعدين بتقرري أنت إذا بدك تحكيها ما بدك تحكيها، بس هالرسالة لازم أقرأ لك إياها، وبعدين بتقرري إذا بتحبي تسمعيها أو لا. بتقلك صديقتي الحبيبة الغالية صابرين، وحشتيني كتير يا صابرين، وأعرف أنك لا تطيقي سماع صوتي أو رؤية وجهي، عارفي، لكني والله العظيم والله العظيم يا صابرين أنا مظلومة يا صابرين. حين جئنا إلى مصر جيت سوا، كنا نحلم أن نبدأ حياة سعيدة تعوضنا عما يحدث في بلدينا، لكن ما حدث كان قاسيا علينا. يا صابرين أنا أذكر كل جميل فعلتيه معي، أذكر علاقتنا الطيبة منذ كنا في سوريا، وأذكر مساندتك لي في بداية زواجي، أذكر كل ذلك صابرين، وأعترف بجميلك، فكيف تتخيلي أنني ممكن أن أخونك؟ شفتي وين عبلك ممكن يكون في ظلم؟ يا صابرين أقسم لك أنني لم أخنك، وأنني مظلومة من كل ما تظنيه، وها نحن الآن وحيدتان، فلماذا الخصام؟ يا صابرين أنا آسفة وأعتذر لك أمام الكاميرات وأمام الملايين، لأنك غالية علي ولأنني لا أستطيع أن أعيش بدونك، فسامحيني ولنبدأ من جديد، والمسامح كريم. ما بقدر أسامحك. بس هالكلام أثر فيكي شوي؟ أثر فيني أني أنا ما عملت معاه شيء وحش. هي بتقول ما عملت شيء، كل شيء كنت بعمله ولا صار أي شيء بينه وبين زوجي أبدا. كنت لي أكثر من أخت، كنت كل شيء ليها. طيب بس إنما ديكي في حدا منا معصوم يا صبري؟ لا طبعا. أحيانا منشك غلط بالناس، ما بتعتقدي أنك ظنيتي غلط فيها؟ لا يا ندى، كلميني ندى، كيف هي شكت وظنت؟ هي لما اجت خبطت الباب شافته قاعد، لسه ما كان لسه مبلش داخل، فاول ما دخلت افتكرت في حاجه. انا ما بعرف ايش اللي حصل في اللحظه هذه، انها هي جتها انفعلت وتضايقت وبدات تصرخ وتغوش علي وتزعق. طيب قبل بس هو شو اجى يعمل عندك بالبيت؟ ما اعطى، لسه قال لي بدي احكي معك في موضوع، ما كمل. قلت له بس اجيب الشاي دقيقه واحده وجايه. هي حتى لسه ما دخلت باب المطبخ، هي خبطت كانت ورا، فتحت الباب لقيتها. طيب انت حتى ما عرفت السبب هو شو عاوز. انت شفتي شيء مش مزبوط؟ لا. طيب ليش بنيتي شكك يعني على شو؟ بقول لك هو على طول مهتم فيها، مهتم بمشاكلها، على طول سرتها على طول على طول. طب ليه؟ بلكي لأن صديقتي. لا 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 ما بيصير. أنا بالنسبة لي ما بدخل جوزك لعندي وأنت ما معه، ليه بدخله؟ ولا صح؟ هلا صح، بس بجوز عن لا لا طيبة. لا 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 يعني باعتبار أصدقاء. لا لا أزواجكم أصدقاء. بدق الباب. أنت جاية من غير مرتك؟ بنزل شوف مرتك، تعي معه، شوفي اسمعي اللي بده يقول لي إياه. إنما بدخله بقفل بسكر الباب وبدخل المطبخ ليه؟ عشان ما بيصير. والله يا ندى يعني في منطق بكلامها لصابرين،
بس يا بس يعني انت ليش دخلتي الرجل اللي عندك على البيت؟ واحد قال لي معلش انا عايزك في موضوع هتكلم معاكي فيه، ما كملنا. روح جيب زوجتك. مش بس في اوقات كتير هو بيجي يحضر في مشاكلي مع محمود. يعني بيكون في اوقات لوحده بيجي هو وبيكون بيحل. بس ولادي بعيد عني، حياتي فركشه، دنيتي باظت، كل شيء راح. ليه؟ سببها هي ليه؟ انا لما بدخل وبلاقيه عنده بحكي معه بيضربني. حصل انفصال. اهو ضربي؟ هو ضربني الي. لما حكيتيها لما لما ضايجته لما غضبتي وشتمتيهم وكذا وصرختي ايه ضربي؟ وصار في انفصال؟ بالضبط. تركتيه؟ بالضبط، واخذ مني اولادي. نعم. هلا مع جدتهم. نعم. بسبب مين؟ كل هادو ليه؟ بنتي لما تكون بعيدة عن حضني. لا. أنا شو استفدت؟ صحيح. أنت عارف يعني إيه؟ بس بنت طيب. بعيدة عن أمها. ما علينا بالصبي، البنت. البنت أكيد. بنت بحاجة، والصبي بحاجة لأمه، اثنين بحاجة لأمه، وبعدهم صغار، 4 سنوات وسنتين بعدهم. بتقلي بس خلي بس لحظة. يعني أنت عم تحميها هي كل الذنب. لا. بس زوجك هو المذنب. أكيد. هي يمكن عن طيبة فتحت الباب، وبتصير كل ستات العالم إذا ما فيش نية وفي صداقة بيفتحوا الباب، مش معناتها أنه بده يحصل شيء أو في شيء بين بعض. هلأ ما بتعتقدي أني غضبتي أنت وتجاوزتي الحدود ورحتي على البيت وصرختي عليهم ولحتى زوجك ضربك؟ عشان ما كان بيصير إلا هيك. طيب بس كمان ما أنت في خطأ عليك شوي، ما تحملي الخطأ كله على غيرك. لو أنت بهالوقت كنت مكاني كنت بتعمل هيك. ليش بتعمل أكثر مني؟ ليش بدي أعمل؟ شو شفتهم بشكل مشبوه؟ فتحتي الباب لقيتي الست عم تعمل شغل. ما بيصير. إحنا طلعنا على مبدأ وطلعنا على أصول. شفتيهم عريانين بالبيت؟ طلعنا على مبدأ وأصول إن الست والراجل ما بينفع يتسكر عليهم باب واحد. يا شيخ ما بيصير. يا شيخة صرنا بالقرن 21. لا 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 لا. الناس ما بقى عايشين بالقيم. ناس عايشة ببيوت وبيوت محترمة وفيها صالون وقاعة جلوس وفيها غرفة نوم وفيها مطبخ بيعمل شاي. شو هالقصة يعني أنت كمان؟ على كل حال هلأ ما رح أدخل أنا بكل هالتفاصيل هيدي، نرجع نغير عاداتك وعادات الناس. بس في شيء منطقي، هذه السيدة إجت خصوصي أمام ملايين الناس حتى ترجع لك اعتبارك أولاً، حتى تعتذر منك ثانيا، وحتى تقلي انا اشتقت لك وبدنا نرجع زي ما كنا ثالثا بقى. ويمكن تلعب دور يا ندى، انت فيكي تلعبي دور بعد، مشان يعني هذه الست صابرين عايشه ماساه زي ما قالت، عايشه ماساه انه زوجها تركها، اخذ لها الاولاد، صارت لوحدها محرومه من اولادها، من ابنها وبنتها. هل فيك تلعبي دور بعد انك ترجعي هالامور، ترقي هالامور، ترجعيها زي ما كانت؟ على اتم الاستعداد اذا كيف هي يعني؟ وافقت. هي وافقت اذا هي وافقت. بس كيف على اتم استعداد؟ قولي لنا. اعتبري انه اعتبرناكي غير مذنبه واعتبرناكي انك مظلومه، بس قولي لنا كيف ممكن ترقي الامور؟ يعني انا بفتكر لك حاجات كويسه، بفتكر لك موقف كتير معايا، انك انت على الاقل ما تشكيش فيه او تفتكري ان انا ممكن اوصل لك الاذى هذا، انه بيتك يتخرب وجوزك يبعد عنك واولادك يبعدوا عنك. فانك انت لازم تقعدي معايا ولازم تصفي لي ولازم اسمع لك وتسمعي لي، انك تديني مجال احكي معاكي. يبقى انا بحلفك في بنتك جنى اللي هي روحك، انا بحلفك بجنى اللي هي روحك. وانا عارفه انك انت لو قلت حاجه ما بترجع فيها، ولو صفيتي ما بترجع حتى مش قدام الجمهور. تكوني صفيتي لي بحق، تكوني صفيتي لي بحق، تديني الفرصة هذه وتسمعي لي. ندى سألتك سؤال، أنا هل أنت بمقدورك تلعبي دور أنك تحلي لها مشكلتها لصابرين؟ اللي انت سببتي لي اياها. كيف يعني؟ قولي لنا كيف، علي صوتك بدي اسمعك.
في مجال ان احنا لما انا اتصالح انا وهي وتسمع لي واسمعها في الحاله هذه انا ممكن حتى اتدخل بينها وبين جوزها زي ما كانت تتدخل زمان هي وجوزها انها تصلح ما بيني وبين جوزي انا اصلح بينها وبين جوزها. بتصور انه اذا حطيتي مشكلتك على مشكلتها بتروق بتنحل المساله؟ بتصور هيك؟ شو رايك انت؟ هي حلفتني باغلى شيء عندي. جنى اسم حلو كثير جنى، الله يخلي لك اياها. الله يرضى عليك. كثير حلو. بشار كمان ما شاء الله، الله يخلي لك اياها. الله يرضى. قديش الك ما شفتي يوم بشار؟ بقالي يعني في حدود 5-6-7 شهور هيك. 7 شهور؟ اها. وعم بتحاولي بس ما عم تقدري. طبعا ما فضل. ان شاء الله بركي اذا كانت كتفتي قلتي وياها ورجعتوا اثنينكم اصدقاء مثل ما جيتوا وجيتوا هيك بعزم وبطموح جيتوا على مصر ان شاء الله تقدروا تحلوا هالمشاكل. انا برايي ما يعني ما بدي اضغط عليكي بس وحتى ما راح اقول لك شو رايي بس هل بتحبي تسامحيها؟ خلاص انا سامحتها طالما حلفتني بجنى سامحتها. سامحتيها؟ سامحتها. برافو عليكي برافو عليكي. وهي موجودة هون. تعال لو بتشيلوا هالنقاب لأنه حاطينه مش دايما هني بحطوا نقاب. شو هلا بعدك زعلاني مني؟ بعدك زعلاني مني؟ بعد كده ريلي بعدك زعلاني مني؟ خلاص بعد ها؟ لا خلاص؟ لا ما زعلاني منك. مالك زعلاني مني؟ لا ما زعلاني منك. يلا ان شاء الله بتبقوا مع بعض ان شاء الله كتير وبترجعوا يد واحدة وبتواجهوا هالحياة مع بعض ان شاء الله. اوكي؟ بالتوفيق ان شاء الله. الله يعزك. اوكي شكرا شكرا على سيادتكم اثنينكم شكرا. هذا هي المسامح كريم، يعني بيجوا اثنين بتشوفوا بالاول انه في عناد وفي بعد وفي جفاء وفي يمكن حقد بس الحمد لله بخلال ربع ساعة تذوب هذه المشاعر. تتشوفوا يعني الانسان وخاصة نحن العرب قديش عاطفيين. إلى اللقاء في قصة جديدة مع المسامح كريم.